بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن في الفيديو أو هذا التسجيل رقم A000I #XIO _5 lost energy وهذا الفيديو تكملة للفيديو السابق ورقم هذا الفيديو A00I0 تحدثنا أن تقنية ليفا ليش إنرجي أول فريش إير خلال 7 سنوات كانت هي المظلة وتعتبر بحث استمر 7 سنوات لاكتشاف كيف يكون التكييف داخل المباني المغلقة والتي تم إغلاقها بسبب التكييف أي تكييف الفريون، والتكييف هو معالجة الهواء، وليفا هي ليس إنرجي أي أقل طاقة. عندما يكون التكييف للمساحات المفتوحة باستطاعتكم الرجوع إلى الفيديو السابق A000I. الآن في هذا الفيديو نريد أن نخطو خطوة أخرى، كيف أن المكيف هو جهاز أي المكيف بالفريون هو مكنة ولا يوجد به مغناطيس، يدار بالطاقة الكهربائية والتي تكلمنا في الفيديو السابق أنها أيضا ملوث. الطاقة الكهربائية الموجودة الآن في المدن، الطاقة الكهربائية ملوث من ناحية الدبدبة العالية، إما 60,000 دبدبة للتيار، 60,000 دبدبة في الثانية أو 50,000 دبدبة في الثانية، وهي كهرباء الدول والمدن في العالم. إذن سبب التلوث من كهرباء المدن حاليا وليس يعني التلوث الخارجي والداخلي، تلوث البيئة، لأن تلوث البيئة أو مشكلة تلوث البيئة على الإنسان. فإذا الإنسان
إذا كان التلوث من الدبدبة الكهربائية. يعني الانرجي نقصد بها في ليفا ليف انرجي اول فريش اير ال اي. الانرجي هي الكهرباء، يعني لا يعرف عن الانرجي الا هي الكهرباء، يعني حتى الطاقة النووية او المفاعلات النووية هي لانتاج الكهرباء. ثم التيار يكون في المدن، ينتقل من طريق الجريد اللي هي شبكة الكهرباء. والفولت عالي جدا لنقل الكهرباء في المدن، هو 110,000 فولت تقريبا، وهذا يسمى هاي باور. طبعا النقل، نقل الكهرباء في المدن بواسطة الأسلاك على أبراج الكهرباء، ثم تنقل إلى 13,000 فولت داخل المدينة. وهناك محولات أيضا، هذه المحولات لتخفف الدبدبة هي 60,000، يعني من مصدر الطاقة، من مصدر الطاقة الكهربائية اللي هي موجودة، إما تكون ستيم تورباين ولا غاز تورباين، ولا يعني المكن اللي يصدر الكهرباء مثل ماكينة السيارة أو العربية، تصدر الكهرباء حتى تضيء الأنوار في السيارة من طريق البطارية. المهم ننتقل معكم في الطاقة المنتجة ليس من المكن وليس لي من مواطير الكهرباء التي في محطات الكهرباء. وتكلمنا معكم انه ممكن تنتج الكهرباء، يعني كهرباء المدن الان تنتج من محطات الكهرباء سواء كانت نووية او اي كهرباء اللي هي بالميجاوات، فتنتج من محركات، وهناك مغناطيس بعد المحرك يدور الماتور اللي هو جنريتر اللي هو انتاج الكهرباء. وهنا الدوران العالي، هنا المغناطيس الكهربائي في الماتور ضد المغناطيس الثابت ينتج دبدبة عالية، هي دبدبة الدوران وتتحول إلى كهرباء. التفاصيل ليست مهمة، لكن المهم إنه تيار الكهرباء فيه دبدبة عالية. مثلا في السيارة لا يوجد هذه الدبدبة العالية، لأنه من البطارية 24 فولت أو 12 فولت، فهذه دبدبة الفولت أو فولت البطارية 12 فولت هي تيار خط ليس متذبذب. يعني عشان نطلع القوة أو نطلع الكيلوات نضرب 24، لو كان 24 فولت البطارية، حاصل ضرب 24 في التيار اللي هو التيار في الفولت، 24
فلو كان البطارية تشغل لنا جهاز كيلو وات، يعني مثل مكيف يحتاج كيلو وات في الساعة، فإذا نحسب الفولت 24 وعندنا 1 كيلو وات، فنضرب الآي في الفي أو نقسم الكيلو وات على الفولت. كما قلنا يعني المكيف هو جهاز منتج للكهرباء، يعني هناك معادلة بسيطة جدا، كم أنا أعطيت كيلوات وكم أخذت كيلوات طاقة. فلو أنا أعطيت 1 كيلوات كل مواطير الكهرباء تعطي أقل من 1، ما في موتور يعطي 1 كيلوات. أما المكيف هذا يسمى COP Coefficient of Performance، يعني إنتاج الداخل تقسيم الخارج أقل من 1. أما المكيف لو أعطينا 1 كيلوات يعطينا المفروض 3.5 كيلوات. فأسوأ مكيف يعني يعطينا 2.5، يعني ضاعف لنا الكهرباء. الفرق انه المكيف يعطينا فرق حرارة، يعني الفرق بين الحرارة الباردة جوة المكيف الاسبليت او الشباك جوة درجة باردة من الهواء وبرا حار، يعني لما نخرج من المكيف في الظهر او القطعة الثانية من الاسبليت حار الهواء، فالفرق بين الدرجتين هي ايضا كيلوات اور، تسمى طاقة حرارية، فكلها طاقة. إذا العالم والمدن تأثرت، يعني البيئة الخارجية والتغيرات المناخية وكذا، يمكن من ارتفاع CO2 وكذلك الحرارة. فلو قلنا مثلا في مدينة لما نشغل المكيفات فيها تصرف 1 ميجاوات في الساعة، فالفرق بين البارد والحار هو يعني نقول 2 ميجاوات، ففي برا ارتفاع في الحرارة بفعل 1 ميجاوات حرارة الجو برا. هنا في تلوث ارتفاع الحرارة، فنفضل نحن نصرف كهرباء كمان اكثر. يعني تخيل انت السبب مواطير الكهرباء فهي ترفع الحرارة، فاذا عندنا تلوث الحرارة وتلوث الذبذبة كما قلنا سابقا، الدبدبة هي صوت فيعتبر تلوث الصوت، وعندنا تلوث الهواء الحار المراوح. يعني لو تخيلنا انه الهواء اللي برا ما دفئ من القطعة اللي برا الحارة، فالحرارة ما تنتشر عن طريق الهواء، فإذا على الإنسان في تلوث الحرارة وعلى البيئة وتلوث الذبذبة، لأن قضية التلوث كلها على الإنسان. فالتقنية المفقودة أو الطاقة المفقودة هي دي الطاقة الضائعة، يعني احنا بنحط طاقة ونضيع طاقة بالنسبة للمكيفات. وطبعا كل مدن العالم وكل تطور العالم
سواء من مصانع سواء من مدارس سواء، يعني لا يمكن تكون بدون تكييف. فنحن ما نريد أن نتكلم عن النتيجة الاقتصادية، نحن نتكلم عن التلوث الصادر من الضوضاء ومن ارتفاع الحرارة والأمراض. هي أتت بعد المدن ما صار فيها الكهرباء، يعني كل ما بتبوا الكهرباء طبعا بعدد السكان بتزيد الكهرباء، حاجة الناس للكهرباء. الآن في كهرباء الصحراء، المدن والدول والحكومات بتتنافس، يعني مثلا عندهم خطة 10 سنين انه كهرباء المدن تتحول الى الكهرباء اللي هي الطاقة الشمسية اللي نشوفها في الصحراء. يعني مثلا المدينة لو عملنا لها 12 ميجا وات ولا 1200 ميجا وات ولا حاجة، او الحي، فنرجع ناخذ الميجا وات اللي هي منتجة من الطاقة الشمسية اللي هي من طاقة الصورة وليس الحرارة. يعني الطاقة الشمسية هي بتاخذ صورة الضوء، ضوء الشمس او دبدبة ضوء الشمس الانفراريد ري اشعة. فلذلك الطاقة الشمسية اللي في الصحراء تنتج مثلا 6 ساعات في اليوم كمتوسط، في بعض مناطق 7 ساعات، بعض مناطق 5 ساعات، وفي الليل ما تنتج لأن الشمس غابت، لكن بتنتج لنا طاقة تيار غير متذبذب. الآن كل التقنيات سواء مصادر الطاقة النووي أو أي شيء أو من الشمس، يعني النووي أقل تلوث. ليش؟ لأنه ينتج طاقة ضخمة، والعادم ما في عادم CO2، فأصبح CO2 أقل عنصر ممكن يؤدي إلى تدهور البيئة لو قارنا بالطاقة الحرارية والذبذب، لأن التلوث على الإنسان وهو مسبب للأمراض. ولذلك الآن عدد كمية العربيات والسيارات الشخصية تتحول إلى كهربائية، فهنا يعني لو كان السيارات بتشتغل بطاقة نظيفة مثلا بغاز بالهيدروجين أو ب، فهذه هي التقنية التي ستساهم في تخفيض تلوث البيئة اللي هي بالغاز الطبيعي أو بالهيدروجين أو بالطاقة الشمسية. قد يكون الطاقة الشمسية صعب إنها تعطي الطاقة اللازمة للسيارة، لكن ممكن البطاريات تكون مشحونة وتعطي الطاقة. إذن السيارات لن تساهم، الكهربائية لن تساهم في تخفيض تلوث البيئة. والمباني والمدن والطاقة الشمسية اللي في الصحراء لن تساهم في تخفيض التلوث الضخم الناتج عن الضوضاء، لأنه حتى الدبدبة، دبدبة التيار العالي 60,000 دبدبة في الثانية، هذه ملوثة
ومسببة للأمراض، لأنها تضعف، يعني تسوي ضعف للإنسان ولمقاومة الإنسان، فيصبح فريسة للفيروسات اللي هي موجودة دائما في الهواء، يعني ما تنتهي الفيروسات، يعني كل مليون سنة ولا كل هذا بيصدر فيروس من العدم، يعني كل المخلوقات الحية هي أساسا فيروسات، الحيوانات كلها قد تكون دورة الحياة عندها مليون حتى تتحول من فيروس لكائن حي، مثل الكورونا. الكورونا الآن قبل الإنسان يصاب فيه فيروس، لما يسكن في الرئة يعني زي الايربون يعني، وكذلك السرطان وكذلك في هذا الفيديو ما زلنا في عرض الأثر الحضارة وسببها في زيادة الأمراض طالما الكهرباء تكون بالدبدبة العالية، ولا نعلم أن مشروع للمدن يأخذ الكهرباء من الصحراء الطاقة الشمسية ويعطينا تيار ثابت إلا هو فولت مباشر 24 فولت أو حتى 120 فولت أو 220 فولت. فالمشكلة هي في نقل الكهرباء، فكل الشبكات الكهرباء تساهم في تلوث البيئة الخارجية والداخلية، وعن طريق التكييف الذي لا يمكن أن تكون هناك مصانع، وعن طريق أيضا لا مصانع ولا مساكن للدراسة والمستشفيات والتجمعات والمكاتب وكل شيء. فلا يمكن الحضارة هذه